بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه إلى يوم الدين، وعلينا وعلى ذوينا ومشايخنا وأساتذتنا وأحبابنا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا، رب تمن بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. طيب، ثم شرح قول المصنف: ويجوز العقاب على الصغيرة. فيما سبق ذكر المصنف ويغفر والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر. في هذه المسألة أيضا كان لبعض الفرق خلاف، كذلك في هذه المسألة أيضا جواز العقاب على الصغيرة فيه أيضا خلاف لبعض المعتزلة، لذلك ذكره المصنف خصوصا. ويجوز العقاب على الصغيرة سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا، لدخولها تحت قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله تعالى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم، هذه الآيات وأمثالها تدل على أن العقاب جائز، العقاب على الصغيرة جائز. ثم سواء اجتنب مرتكب الصغيرة الكبيرة أم لم يجتنب، يعني هو ارتكب صغيرة ومعها ارتكب كبيرة أو لم يرتكب، يعني مجرد صغيرة ارتكبه يجوز العقاب عليه. لماذا؟ هذا داخل تحت قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقط. يغفر لمن ما دون ذلك، يعني يغفر غير الشرك، الله تعالى يغفر غير الشرك ما دون الشرك، لكن هذا ليس لكل عاص، بل من يشاء من العصاة فقط. لذلك مفهومه يدل على جواز العقاب على الصغيرة. وكذلك هذا داخل تحت قوله تعالى أيضا: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإذا الكتاب، يعني كتاب الأعمال، لا يترك شيئا من الصغيرة والكبيرة، وهذا الإحصاء والتسجيل لماذا؟ لأجل العقاب عليها إن شاء الله تعالى، أو يغفر إن شاء. نعم، والإحصاء إنما يكون بالسؤال والمجازات إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. نعم، في هذا القول ذكر الله تعالى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا الإحصاء إنما يكون بالسؤال، ثم بعد السؤال تكون المجازات أيضا، يعني إيتاء الجزاء أيضا يترتب على الإحصاء. فإذا قوله إلا أحصاها يدل على جواز العقاب على الصغيرة إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. هذا يتعلق بقوله: لدخولها تحت قوله ولقوله. إذن ولقوله تعالى: لا يغادر، هذا عطفنا على قوله لدخولها. ثم بعده قال: إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث.
هناك آيات أحاديث كثيرة تدل على جواز العقاب على الصغيرة. ثم من هو المخالف في هذه المسألة؟ هذا الذي يذكر الشارح التفتازاني رحمة الله عليه. وذهب بعض المعتزلة إلى أنه إذا اجتنب الكبائر لم يجوز تعذيبه، لا بمعنى أنه يمتنع عقلا، بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقع لقيام الدليل الأدلة السمعية على أنه لا يقع. نعم، هكذا خلاف. ذهب بعض المعتزلة إلى أنه إذا اجتنب الكبائر، يعني رجل يجتنب الكبائر بل يرتكب الصغائر فقط، ارتكب صغيرة أو صغائر لم يجتنب شيئا من الكبائر، لا يجوز تعذيبه. هكذا قال بعض المعتزلة. ما معنى عدم جواز التعذيب؟ ليس معناه أنه ممتنع عقلا، لم يجوز، ليس معناه، لا بمعنى أنه يمتنع عقلا، بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقع هذا التعذيب من الله تعالى، يعني الله تعالى لا يعذبه، الله تعالى لا يعذبه. فإذا هذا الجواز بمعنى الوقوع. لماذا قالوا هكذا؟ لقيام الأدلة السمعية على أنه لا يقع، لا يقع التعذيب على الصغيرة لو اجتنب الكبائر، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم، فإذن الله تعالى يكفر عن السيئات، فهذا التكفير عن السيئات مقيد مشروط باجتناب الكبائر. فإذن لو اجتنب الكبائر فيغفر صغائره ولا يعذبه عليها. هكذا استنبط. ما هو الجواب عن هذه الآية؟ وأجيب بأن الكبيرة المطلقة هي الكفر. نعم، لأنه الكامل. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فمعناه إن تجتنبوا الكفر، إن تجتنبوا الكفر نكفر عنكم سيئاتكم، هذا معناه. ليس الكبيرة ما سبق تعريفها، ليس غير الشرك مما توعد عليه تعالى، بل معنى هذه الكبيرة الشرك. لماذا هي الكفر؟ لأنه الكامل، يعني المطلق، يرجع يصرف إلى الفرد الكامل من نوعه. هكذا قاعدة، بناء على تلك القاعدة. وهنا معنى الكبائر الشرك. إذن هنا إشكال إرادة، لو كان هذا معنى الآية فلما جمع لفظة الكبائر؟ لو كان كفر هو يعني معصية واحدة، ليس هناك يعني كبائر بل معصية واحدة، فإذن هنا جمع. ما فائدة هذا الجمع؟ هذا الذي يقول وجمع الاسم بالنظر إلى أنواع الكفر. فإذن هناك أنواع من الكفر، مثلا النصارى، هذا الكفر يعني شامل للشرك. المشركون من عبادة الأصنام، عندهم شرك عبادة الأوثان الأصنام. المجوس يعني كانوا يؤلهون يعبدون النار، يجعلون النار إلها يعبدون له، إذن هذا نوع آخر من الكفر. النصارى يعبدون عيسى عليه السلام، وكذلك بعض المشركين يجعلون الملائكة آلهة، يجعلونهم بنات الله ويعبدونهم، هكذا. وكذلك اليهود عندهم كفر آخر. نظرا إلى هذه الأنواع للكفر قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ويكون المعنى معنى الآية إن تجتنبوا أنواع الكفر الذي
تنهون عنه. أنواع الكفر: من عبادة الأصنام، من عبادة النار، من يعني عبادة النجوم، وكذلك من عبادة الشمس والكواكب، من عبادة الشجر والهجر، هكذا عندهم كثير، من عبادة وزير عليه السلام وعيسى عليه السلام، هكذا. نعم. وإن كان الكل ملة واحدة في الحكم، يعني الكفر له أنواع، وإن كان الكل والحال وهو حالية، وإن كان الكل يعني كل أنواع من الكفر ملة واحدة في الحكم، في الحكم يعني لا يغفر، هو خلاف التوحيد وهو لا يغفر، هو أكبر الكبائر. نعم. أو إلى أفراده القائمة بأفراد المخاطبين على ما تمخد من قاعدة أن مقابلة الجم بالجم تقتضي انقسام الآحاد بالآحاد، أو هذا يعني توجيه آخر للجمع الاسم اسم الكبائر. أولا ذكر هذا الجم بالنظر إلى أنواع الكفر، أو بالنظر إلى أفراده يعني أفراد الكفر، هذه أفراد أين يكون؟ القائمة بأفراد المخاطبين، يعني رجل مثلا ماذا يقال؟ هذا فلان يعبد صنما، فلان آخر يعبد صنما، فلان آخر يعبد صنما، فإذا هذه ثلاثة أفراد ثلاثة للكفر، فإذا هذا الكفر الذي يقوم بفلان من عبادة الصنم ليس الكفر الذي يقوم في الرجل الثاني الذي يعبد الصنم، وليس ذاك في الرجل الثالث الذي يعبد الصنم، وليس ذاك في الرجل الرابع الذي يعبد الصنم، فإذا في كل هؤلاء الرجال عبادة الصنم، هذا نوع واحد، لكن يتعدد اعتبارا بتعدد أفرادهم. نعم، هكذا أشخاصهم، أفراد المخاطبين يعني أشخاص المخاطبين على ما تمخدا. وهذا التأويل ماذا توجيهه؟ توجيهه يعني هذا التوجيه بناء على ما تمخدا. ما هو التمهيد؟ التمهيد من قاعدة، يعني هناك قاعدة كتمهيد لهذا التأويل والتوجيه. ما هي القاعدة؟ أن مقابلة الجم بالجم تقتضي انقسام الآحاد بالآحاد. إن تجتنبوا كبائر، فإذا هذا خطاب للجم، إن تجتنبوا، كذلك ما تنهون، هناك أيضا ضمير الجم، تجتنبوا هناك ضمير الجم، تنهون هناك أيضا ضمير الجم، ثم عنكم سيئاتكم، هناك في جميع الأماكن ضمير الجم، هذا باعتبار أفراد المخاطبين، فيليق به أن يكون كبائر جما، يعني آحاد تنقسم على الآحاد، فإذا فلان كفره غير كفر فلان آخر، هو غير كفر فلان آخر، هو غير كفر فلان آخر، هكذا يتعدد. نعم. فقولنا ركب القوم دوابهم ولبسوا ثيابهم، نظيره هذا، ركب القوم دوابهم، إذن هناك القوم يعني جمع يقابل بالدواب، إذن كل واحد من القوم يعني أفراد القوم يركب دابة نفسه دابة نفسه دابة نفسه، فإذن فرد واحد شخص واحد يركب دابة واحدة فقط دابته فقط، كذلك لبسوا ثيابهم رجل واحد يلبس ثوبه فقط، هكذا. فمعنى الآية إن يجتنب كل منكم كفره، هكذا يكون معناه، إن تجتنبوا كبائر معناه إن تجتنبوا أنتم يعني كلكم كفره، إن يجتنب كل منكم كفره، هكذا يكون المعنى. نعم. ثم مسألة أخرى: والعفو عن الكبيرة إذا لم تكن عن استحلال، والاستحلال كفر،